ولن نساوي على الحق أو الثوابت. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: أمن المخيم يعتبره أمن المدينة، جهود لتثبيت وقف النار في عين الحلوة، وإضراب عام شل الحركة في صيدا والجوار. رئيس الحبيبي برئاسة الحكومة، هذا حق بسبب وجوده وبسبب كتلته وبسبب حجم تمثيله. المشنوق يؤكد أن الحريري في رئاسة الحكومة نتيجة حجمه التمثيلي، ولا أحد يستطيع تجاوزه. القوات العراقية تقطع آخر خطوط إمداد داعش، ورسالة من البغدادي تتضمن الإقرار بهزيمة تنظيمه في الموصل. وفي نشرة تتابعونا في الرياضة: الرياض بيروت يقدم كأس المرتبة الثانية من دورة دبي للرئيس الحريري. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي للاستكمال في البحث في الموازنة العامة، خصوصا بعد إلغاء الجلسة السابقة بسبب فقدان النصاب. إلى ذلك بقي الوضع الأمني في صدارة الاهتمام، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير اجتماعا أمنيا حضره وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدفاع يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج أرعى، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ظاهر. وخصص الاجتماع لدراسة الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما التطورات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة. في غضون ذلك، خيم الهدوء التام على مخيم عين الحلوة وسط إضراب عام شل الحركة في المخيم والمناطق المجاورة، في وقت شددت فعاليات صيدا على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار. سيطر الهدوء التام على أحياء مخيم عين الحلوي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار دون تسجيل أي خرق أمني. الاشتباكات التي جرت على مدى 4 أيام بين حركة فتح وعناصر إسلامية متشددة تسببت بأضرار كبيرة في المنازل والمحال التجارية والمؤسسات، امتدت على طول الشارع الفرقاني بدءا من المدخل الشمالي إلى منطقة عكبرة والصفصاف والطيرة، وصولا إلى مفرق سوق الخضار والكنايات. الأهالي الذين خرجوا لتفقد ممتلكاتهم أطلقوا صرخة ألم وغضب جراء الأحداث الأمنية المتكررة التي يشهدها المخيم والتي يدفعون ثمنها في كل مرة. حرقوا البيت بالبنزين وشفتوا للعالم من المجمع من البستان، يقولوا لهم بدنا نطفي، ما يخلوهم يطفوا. مش حرام عليهم؟ شو ذنبي أنا؟ شو عملت أنا؟ شو غلطت؟ إحنا خلال هاي جولتنا عم بنشاهد حجم الأضرار الكبير بالممتلكات، بالمحال التجارية، بالمنازل، بالمدارس، يعني دمار كبير، حجم الدمار كبير. هذا الاشتباكات العبثية التي حصلت أدت إلى تهجير أبناء مخيمنا، عدد كبير منهم. واستكمالا لخطوات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية اجتماعا بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود واللجنة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية، وتم التداول في آلية تنفيذ وتشكيل القوى الأمنية وتسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة. أما في مدينة صيدا فقد عم الإضراب العام تلبية لدعوة النائب بهي الحريري في اللقاء التشاوري، رفضا لما يجري في المخيم، حيث سجل التزام كامل بالإضراب لكافة المدارس والجامعات والمعاهد في المدينة.
أجرت النائب بهية الحريري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاورت معه في الأحداث الأمنية الأخيرة والخطوات التي بدأتها اللجنة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل القوة الأمنية، حيث كان تأكيد مشترك على أهمية هذه الخطوات في إعادة تثبيت الهدوء في المخيم وضرورة متابعتها لما فيه مصلحة وأمن المخيم والجوار. من جهته أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن أمن مخيم عين الحلوة من أمن مدينة صيدا، داعيا إلى إيجاد حل جذري للأحداث التي تضر الأبرياء الفلسطينيين واللبنانيين. زيارة إلى مركز إطفاء بلدية صيدا قام بها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، حيث كان في استقباله قائد فوج إطفاء بلدية بيروت المقدم محمد الحلبي وقائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم سليم الغضبان وعناصر المركز. الحريري أكد ضرورة أن يعود الأمن ويستتب في المخيم ومدينة صيدا التي اتخذت موقفا واضحا برفض هذه الأحداث. أمن المخيم يعتبره أمن المدينة، واليوم خلينا نفهم شو سبب تبع هذه الاحداث. هو سبب قومي، يعني هو سبب يعني عشان بيخدم القضيه الفلسطينيه وبيخدم لبنان. ما بضر الا المنطقه وما بضر الا اهلنا واخواننا الفلسطينيين والناس العاديين. يعني اذا بنشوف اليوم الناس اللي صادت من جرحى ومن قتلى الناس عاديه. الحريري شدد على ان الاتصالات السياسيه التي تحصل تهدف الى الوصول لحل جذري ينهي الاحداث التي تتكرر كل فتره وتشل المدينه اقتصاديا واجتماعيا. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء على ضرورة العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور. وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف من عين التينة مراسلتنا مها حطيط. مها، ماذا في تفاصيل المواقف التي أطلقها الرئيس بري؟ نعم رشا، يعني اليوم أطلق الرئيس بري 3 لاءات، هي لا للتمديد لا للستين ولا للفراغ. هذا ما نقله النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، وقال إن المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت، مجددا القول أن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون. وبالنسبة للرئيس بري الأفضل هو قانون النسبية وإحالته إلى المجلس النيابي. أما اللافت اليوم رشا في المواقف فكان ما نقله يعني النائب سيمو أبي رميا عضو تكتل الإصلاح والتغيير عن الرئيس بري. قال إن الرئيس بري أبلغهم إن الرئيس سعد الحريري لا يمانع بالنسبية الكاملة شرط أن يكون لبنان دائرة واحدة، وطبعا لم يكن هناك أي حديث عن ضمانات أو أي نوع من المقايضة. هذا يعني الكلام أكده بعض النواب ونفاه البعض الآخر، ولكن لم يذكر في يعني الموقف النهائي الذي أصدره الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي. كما أيضا كان هناك لقاء للرئيس بري مع وزير الإعلام ملحم رياشي، وقال يعني أرياش أنه هذا الاجتماع كان مخصص للإعلام فقط، وهو سلمه مشاريع يعني إعلامية من المقرر أن يعني يتم طرحها على مجلس النواب لإقرارها بعد أن تم طرحها على رئيس الحكومة. وقال هي كانت جلسة إعلامية بامتياز، وعند مغادرته قال الوزير رياش إن التعيينات في تلفزيون لبنان باتت قريبة جدا. هذه هي الأجواء رشا من عين التينة. نعم، مراسلة تلفزيون مستقبل ما حطيت، شكرا لك. وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أن وجود الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة هو نتيجة حجمه التمثيلي. المشنوق كان يتحدث خلال تفقده مبنى المديرية العامة للدفاع المدني. خلال جولة له في مبنى المديرية العامة للدفاع المدني، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق اقتناعه بعدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق على إقرار قانون انتخابي جديد خلال الفترة المتبقية للمهلة الدستورية المتاحة. وردا على سؤال عن المعلومات التي وردت في إحدى الصحف عن تبني الرئيس الحريري لصفقة خيار اعتماد النسبية الكاملة مقابل اشتراط بقائه في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، قال المشنوق: أولا هذا كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي. ما حدا بيضمن حدا من البلد، انت بتعرف رئيس الحريري برئاسة الحكومة هذا حق بسبب وجوده وبسبب كتلته وبسبب حجم تمثيله اللي ما حدا قدر يتجاوزه بالسابق ولا رح يقدر يتجاوزه لاحقا.
هذا كلام فيه مبالغات كبيرة ما له علاقة بالوقائع، وهذه مش يعني هذه مثل مبادلة الحديد بالضامي، بتعرف هذا المثل العام، ما كلام غير جدي، ما بحاجة لا تسأل عنه ولا نجاوب عليه. أنا بعتقد إنه في تعقيدات سياسية كبيرة بالبلد، وفي رغبات كبيرة عند كتير من الأطراف السياسية بالبلد ما بتساعد على إقرار قانون جديد للانتخاب على الأقل بالسرعة المطلوبة. وما يحكوا على طرح كل القوانين في المجلس وينزلوا النواب يختاروا؟ رئيس بري جاوب ومرحى، رئيس بري جاوب ومرحى إنه طرح القوانين بمجلس النواب حتطلع كل البشاعات تبعنا كلنا حتى ما نظلم غيره، وهينقال كلام كتير كبير بالمجلس، هيكون إنه طبيعة طائفية، طبيعة مذهبية، طبيعة مناطقية، طبيعة ثأرية، وطبيعة حاقدة من الجميع حتى ما نظلم حدا. فهندخل البلد بأزمة سياسية مش محتاجة. اللي بيقدر يتفق عليه بالغرف المغلقة سهل تسويقه بالمجلس، لأنه الموجودين بهذه الغرف عم بيمثلوا كل الكتل السياسية الكبرى، من الحاجة إلى لأنك أنت تيجي تطرحها بصوت عالي وبصوت قاسي وبشاعة على شاشات التلفزيون وعلى مش ناقصنا. وكشف المشنوق عن مخطط لإنشاء مراكز رئيسية في المحافظات الثمانية خلال الخمس السنوات المقبلة. من جانبه رحب مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار بالوزير المشنوق شاكرا جهوده الحثيثة لتطوير هذا القطاع. حضوركم اليوم إلى هذه المديرية العامة إن دل على شيء فهو يدل على وضع يدكم بيدنا، ليس فقط لمواجهة المخاطر التي تتطلب تدخل الدفاع المدني لدرئها والوقاية منها، بل أيضا لإعطائنا الحافز لمتابعة المسيرة التي انطلقت برعايتكم منذ البداية إلى حين بلوغ مرحلة التحديث التي سبق أن أشرتم إليها، ليصبح هذا الجهاز على مستوى أجهزة الدفاع المدني الدولية لجهة تأمين أفضل الخدمات للمواطنين. خطار شدد على أن الدفاع المدني سيواصل العمل للوقاية من المخاطر المحدقة بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والاجتماعية. اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال احتفال في حمين الفوأة أن النقاش الدائر حول قانون الانتخاب إنما هو عض أصابع بين مختلف الأفرقاء. أضاف أن القانون الذي يوفر التمثيل الصحيح والعادل ويعيد ثقة الناس بدولتهم هو قانون الانتخاب الذي يقوم على أساس النسبية مع الدائرة الواحدة. وحول مسألة الموازنة، رأى أنها موازنة ترتيب الأمر الواقع داعيا إلى عدم المبالغة بالأوهام والتوقعات. بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خصوصا بعد أن تم وضع هيكلية الوزارة بشكل رسمي. جعجع التقى أيضا وزير البيئة طارق الخطيب الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قانون جديد، مبديا تفاؤله في إمكان التوصل إلى هكذا قانون. ما في شك انه قانون الانتخاب هيدي اول مره بيصير نقاش جدي على قانون الانتخاب. المشكله على النسبيه كيف البعض بينظر لها، وعلى توزيع الدوائر. البعض عم بيناقش قانون الانتخاب من خلفيه المحاصصه، والبعض الاخر عم بيناقش قانون الانتخاب لنبني وطن، لنبني بلد. منضحي بنايب هون بنايب هنيك، بس بالآخر عم نربح وطن. هذا يعني بتصور إنه فسحة النقاش إن شاء الله بتضيق حول هالموضوع، ومنتوصل لإنتاج قانون انتخاب جديد. أكد المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاح أن للبنان أولوية لدى البنك الدولي، خصوصا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية. بلحاح وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في معبدة بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، لفت إلى أن البنك الدولي مهتم بالإصلاحات في الموازنة وفق التوصيات التي صدرت عن لجنة المال والموازنة النيابية، إضافة إلى متابعة انعكاسات الأزمة السورية على لبنان والتجاوب الذي يبديه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه.
في السراي الكبير التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفدا اغترابيا وآخر من نقابة المصورين الصحفيين واستمع إلى مطالبهما. شؤون المغتربين اللبنانيين بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مع وفد من المجلس الاغترابي اللبناني برئاسة نسيب فواز. فواز دعا إلى تخصيص كوتا للمغتربين في المجلس النيابي الجديد مطالبا بإعادة وزارة المغتربين التي ألغيت على الرغم من وجود 14 مليون لبناني في العالم. وطالب فواز بتخفيف الضرائب عن المستثمر اللبناني القادم من الخارج متطرقا إلى مشروع بيت المغترب وهو عبارة عن مركز مؤتمرات كبير سوف يمول من المغتربين اللبنانيين أنفسهم على شكل أسهم. رئيس مجلس الوزراء استقبل وفدا من نقابة المصورين الصحفيين برئاسة النقيب عزيز طاهر الذي لفت لأن الوفد حمل الرئيس الحريري أمانة قضية الزميل المخطوف سمير كساب التي اعتبرها قضيته واعدا بمتابعتها في كل المحافل ولدى كل المراجع المعنية. بحثنا بعدة أمور تتعلق بوضعنا كنقابة والمشاكل اللي عم بيواجهها القطاع الإعلامي بشكل عام والمصورين بشكل خاص ووضع المالي للنقابة وكيفية مساعدة الدولة لهذا القطاع إضافة لمساعدتنا بالدخول لصندوق التعاضد للنقابات الفنية من أجل أن نضمن شيخوخة محترمة لكل زملائنا بخريف عمرنا. الرئيس الحريري أبلغ وفد نقابة المصورين الصحفيين أنه سوف يتابع مطالبهم شخصيا مع وزير الإعلام والجهات المختصة. أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن إنجاز قانون جديد للانتخاب ضمن تسوية معينة ليست مستحيلة إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك وعلى قاعدة عدم تهميش أي طرف. كلام الريس جاء في مقابلة مع برنامج كلام بيروت. قانون الانتخاب التسوية فيه ليست مستحيلة، التسوية فيه ممكنة وممكنة جدا إذا توفرت الإرادة السياسية عند مختلف الأطراف على قاعدة عدم إقصاء أو تهميش أي طرف من الأطراف. يعني مين اللي قال أنه إذا كل طائفة انتخبت نوابة نحن حسننا مستوى التمثيل؟ أنا بفتكر أنه فرز الحياة السياسية والبرلمانية اللبنانية إلى مجموعة من الكتل النيابية الطائفية الصافية هو مدمر للحياة الوطنية المشتركة والحياة الديمقراطية في لبنان. ما بيقدر أي فريق مهما اشتدت قوته أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة يفرضوا على باقي الأطراف قانون انتخاب. هذا قانون ممره الإلزامي التفاهم بين القوى السياسية. تيمور جنبلاط عبر على طريقته في تصريح مقتضب له، رد على طريقته على كل من يعتبر أن هناك إمكانية لشطب أو إلغاء أي فريق سياسي موجود تاريخيا في لبنان. بدي أرجع أذكر اللي يعني مثل ما بيقولوا الذين يصطادون في الماء العكر الغيارة وكتار، أنه لو كنا فعلا نريد أن نبحث عن يعني إشكال إذا صح التعبير مع العهد من الأساس كان فينا ما نصوت بمجلس النواب أو أن نعترض أو أن نصوت بشكل آخر. أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال استقباله القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية المستشار وليد البخاري عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية كونها الشقيق الأكبر للبنان واللبنانيين الذين يعبرون دائما عن بالغ المحبة والشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته والشعب السعودي الشقيق لاحتضانهم ووقوفهم الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين دعما لاستقراره وازدهاره. من جهته أعرب البخاري عن تقدير المملكة للبنان واستمرارها باحتضان اللبنانيين في ربوعها. قضائيا أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله قراره الظني في جريمة عشقوط وطلب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للمدعي عليه الموقوف توني عبود. وسيحال الملف إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لإصدار قرارها وفقا لما تراه في الملف ومنها إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان. قضائيا أيضا ادعى نائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 8 عناصر في قوى الأمن الداخلي في جرم التلاعب في عددات صهاريج المازوت والتزوير واختلاس أموال عامة وأحالهم إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة النيابة العامة التمييزية. وتتابعونا بعد الفاصل.
الانتقال السياسي محور نقاش معمق للمعارضة مع دمستورة. في العراق تقدم لافت سجل اليوم تمثل بقطع آخر خطوط إمداد داعش إلى الموصل، وأبو بكر البغدادي سيوجه رسالة صوتية إلى ولاية نينوى تتضمن الإقرار بهزيمة تنظيمه في معركة الموصل وتعيين خلف له، داعيا أنصاره إلى الاستمرار بعد مقتله. وفق التيارات الكبيرة في صفوف التنظيم داعش الإرهابي، سيطر الجيش العراقي على الطريق الرئيس الرابط بين تل عفر والموصل شمال غرب العراق، الذي يشكل الشريان الرئيسي الذي يستخدمه التنظيم المتطرف في إمداداته وتحركات مسلحيه. وتعني السيطرة على الطريق قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل، معقل داعش الأخير في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن قائد بالفرقة المدرعة التاسعة قوله إن قواته أصبحت على بعد كيلومتر واحد من بوابة الشام في الموصل، وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة. القوات العراقية اقتحمت أيضا منطقة وادي الحجر المحاصرة منذ أيام عدة، وما زالت المعارك مستمرة في حي الدواسة وعدد من الأحياء المجاورة. وقالت مصادر عسكرية أن القوات العراقية تساعد لاقتحام حي الدندان القريب من المجمع الحكومي في الساحل الأيمن، انطلاقا من حيي الطيران والجوسق باتجاه المباني الحكومية، بالتزامن مع توغل لقوات مكافحة الإرهاب في الجزء الجنوبي من الموصل. في غضون ذلك عثرت القوات العراقية في أثناء تمشيط حي الطيران على سجنين كبيرين، أحدهما للرجال ويضم 40 معتقلا، والآخر للنساء ويضم نحو 20 امرأة بينهن عدد من الإيزيديين. وسط هذه الأجواء ذكرت وسائل إعلامية عراقية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وجه خطابا لأنصاره سماه خطبة الوداع، أقر فيه بهزيمة التنظيم في المعارك الأخيرة، داعيا أنصاره وعناصر التنظيم إلى التخفي والفرار إلى المناطق الجبلية. وأشارت مصادر عراقية إلى أن الخطبة تضمنت أيضا تعليمات لعناصر التنظيم بأن يفجروا أنفسهم عند محاصرتهم من قبل القوات العراقية. وأضافت المصادر أن قادة ما يسمى مجلس شورى المجاهدين هربوا جميعهم من نينوى وتل عفر في اتجاه الأراضي السورية، مبينا أن القادة البارزين المقربين من البغدادي يتحركون على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. كشف مسؤولون أمريكيون أن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن السفر والهجرة سيستثني دولة واحدة من الدول السبع التي طالها القرار في البدء، وهي العراق. وتردد أن هذا القرار أتى بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية لإعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم داعش. ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد اليوم. تتواصل التحركات في جنيف لإنجاح المفاوضات بين المعارضة ونظام الأسد. رئيس وفد المعارضة نصر الحريري أكد أن نقاشا معمقا جرى مع ستيفان ديمستورا حول الانتقال السياسي، متهما وفد الأسد باستخدام تكتيكات لإفشال العمليات السياسية ونفيا وجود مفاوضات مباشرة مع النظام. تتواصل التحركات في العاصمة السويسرية لإخراج المفاوضات من دائرة التعقيد، وفي هذا الإطار اجتمعت المعارضة السورية مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا. المعارضة أكدت أن مباحثات جنيف أمام 48 ساعة حاسمة، مشددة على تمسكها بأولوية الانتقال السياسي الذي يرفض النظام الخوض به، لأن تشكيل هيئة حكم انتقالية بموجب القرار الدولي وبيان جنيف واحد يمثل كابوسا بالنسبة للنظام السوري. من جهته اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه لا يمكن السماح بانضمام المتطرفين إلى عملية التفاوض حول سوريا، وقال إن أجندة جنيف أقرت من قبل مجلس الأمن، معتبرا أن القرار 2254 يتضمن المطالبة بمكافحة الإرهاب وفصل المعارضة المعتدلة عن الذين ساروا على طريق الإرهاب والتطرف على حد تعبيره. سبق ذلك إسقاط موسكو وبكين مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أعدته واشنطن
واشنطن ولندن وباريس بهدف فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية. وانتقدت المعارضة ما جرى لافتة إلى أن من شأن ذلك تشجيع نظام الأسد على ارتكاب المزيد من المجازر. واشنطن وصفت ما جرى بالمخزي، وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن استخدام الفيتو أمر مثير للغضب، ولا يجب السماح لنظام الأسد بأن يستخدم الكيميائي مرة أخرى. وقالت إنه ليوم حزين أن نجد دولة عضوا في مجلس الأمن تقدم أعذارا لدولة أخرى تفتك بشعبها. بدوره دان المندوب البريطاني في الأمم المتحدة الفيتو الروسي، وأضاف أن النظام سيصبح أكثر جرأة لاستخدام الأسلحة الكيميائية مجددا، في وقت حمل وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيرو روسيا مسؤولية جرائم النظام بحق الشعب السوري. يذكر أن نص القرار نال تأييد 9 دول في مقابل اعتراض روسيا والصين وبوليفيا وامتناع مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت. حققت المعارضة السورية تقدما جديدا في بلدة وقريتين جنوب شرقي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بعد معركة عنيفة مع تنظيم داعش، فيما أقام نظام منطقة عازلة جنوب مدينة الباب. في أول تقدم لها بعد سيطرتها على مدينة الباب الاستراتيجية في ريف حلب، حررت المعارضة السورية بلدة جبلة الحمرة وقريتي الكريدية وأم حميرة شرق مدينة الباب عقب معارك مع تنظيم داعش. وأعلنت المعارضة أنها ستتجه نحو مدينة منبج شمال شرقي الباب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، وذلك قبل الانطلاق إلى الرقة جنوبا معقل التنظيم في سوريا. في المقابل أقامت قوات النظام والميليشيات الموالية منطقة عازلة جنوب مدينة الباب بهدف إعاقة تقدم عملية درع الفرات في مناطق نفوذ داعش، وسيطرت على نحو 20 بلدة من دون أي مقاومة تذكر من التنظيم. وبهذا التقدم فرضت قوات النظام والميليشيات الموالية سيطرتها على الطريق الواصل بين الباب ومحافظة رقة الشمالية، وتمكنت من بلوغ مشارف منبج ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين هرب من القتال المستعر. وهرب المدنيون من بلدات الخفسة ودير حافر ومسكنة، حيث شهدت هذه البلدات اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات سوريا الديمقراطية الكردية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي مجلس منبج العسكري الذي ينتمي لميليشيات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحي داعش قرب بلدة خفسة. هذا وقتل وجرح العشرات إثر انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش، وذلك قبل انسحابه من مدينة الباب. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. الحريري يشارك في افتتاح الشهر الفرانكوفوني. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. جهود لتثبيت وقف النار في عين الحلوة. المشنوق يؤكد أن الحريري في رئاسة الحكومة نتيجة حجمه التمثيلي، والقوات العراقية تقطع آخر خطوط إمداد داعش. وزارة الثقافة تفتتح الشهر الفرنكوفوني برعاية الرئيس سعد الحريري في المتحف الوطني. برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تم افتتاح الشهر الفرنكوفوني في لبنان في المتحف الوطني. حفل الافتتاح الذي أقامته وزارة الثقافة حضره عدد من الوزراء والنواب، إلى جانب رئيس الحكومة السابق تمام سلام وعقيلته والسيدة منى لهراوي وسفراء الدول الأعضاء في المنظمة الفرنكوفونية في لبنان. هذا اللبنان الذي بقي رغم ما مر عليه، لبنان المبادرة، لبنان الطموح، ولبنان الرائد في محيطه والعالم. نحن لا ندعي أي شيء، بل كل هذا له شواهد في كل زاوية وبلدة وقرية في لبنان وفي هذا المتحف الوطني. ونحن اليوم مع العهد الجديد ومع فخامة الرئيس العماد ميشيل عون ودولة الرئيس سعد الحريري، كلنا ثقة ورجاء وأمل أن لبنان باق ومستمر في تأدية رسالته الإنسانية والثقافية. وأبعى
وبعدها استمع واستمتع الحضور بالحفل الموسيقي الذي أحيته الفرقة الفيلهارمونية للشباب. عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى بيروت بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين في القاهرة بعنوان الحرية والمواطنة التنوع والتكامل. والتقى قبيل عودته على هامش المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحث معه الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، كما التقى مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي علام وتداول معه في القضايا الإسلامية التي تهم البلدين. استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة درس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية. اللجنة التي انعقدت برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية ركزت على حل النقاط الخلافية خصوصا ما يتعلق بموضوع التقاعد، وتم التفاهم بشكل مبدئي على تعديل نظام الضمان الاجتماعي ليصبح نظام التقاعد منفصلا ومستقلا بإدارته عن نظام الصحة. صار في تفاهم على أن يكون هناك ورشة صحية اجتماعية تعقد ب 22 أدار 2017 يعني بعد 3 أسابيع لمناقشة موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية وفصله عن الصحة، ولذلك رح يكون في نقاش على موضوع التقاعد وعلى موضوع التغطية الصحية، وهيك منكون وصار في تفاهم مبدئي على أنه يصير في تعديل لنظام الضمان الاجتماعي بشكل أنه يكون في أنظمة نظام للتقاعد ونظام للصحة يكونوا منفصلين ويكون في عندهم استقلالية إدارية ومالية تامة. استكمل وزير الاتصالات جمال الجراح جولته في إسبانيا على أجنحة معرض الاتصالات ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات 2017 الذي يعقد في برشلونة، حيث عقد الجراح اجتماعا مع عدد من مدراء شركات الاتصالات الكندية الذين بمعظمهم يحملون الجنسية اللبنانية أيضا، مستعرضين أحدث التقنيات المستخدمة في كندا. وفي ختام يومه كان للوزير الجراح لقاء موسع مع شركات عدة جرى خلاله عرض دراسة لتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي أن لبنان سيشارك في مؤتمر بروكسل للنازحين، وذلك عبر وفد يرأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. حميدي وخلال ورشة عمل للإعداد للمؤتمر شارك فيها ممثلون عن المنظمات الدولية، أعلن عن إطلاق برنامج تعليم غير نظامي ضمن مشروع يوفر التعليم للأطفال النازحين بوتيرة سريعة. ونأمل من المانحين الذين سوف يلتقون في مؤتمر بروكسل اللي راح نحضره برئاسة بوفد برئاسة دولة الرئيس الحريري تأمين الأموال الكافية للمضي قدما في سياستنا الإنسانية والتربوية ريثما يتم تأمين الظروف المؤاتية لعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم. أخمدت فرق الدفاع المدني وأطفاء بيروت الحريق الكبير الذي شب منتصف الليلة الماضية داخل شركة الهيونداي على أوتوستراد نهر الموت، مما أدى إلى سقوط حائط على محطة الوقود المجاورة من دون وقوع إصابات في الأرواح. قتل شخص وجرح اثنان فجر اليوم نتيجة اصطدام جيب بالعمود الإسمنتي لجسر السراي في جوني عند المسلك الغربي وفق ما أفادت غرفة التحكم المروري. قضى المواطن يوسف سين من بلدة إبل السائب بشاحنة جمع النفايات بعد أن علق رأسه بها بعد أن أنهى إفراغها من النفايات. في الجنوب أزالت قوات الاحتلال فجر اليوم كاميرا المراقبة التي وضعتها قبل أيام في منطقة متنازع عليها في محلة كروم الشرقي في بلدة ميس الجبل، وتقدمت قوة مشاة ونقلت الكاميرا وجهاز الإرسال إلى الداخل وسط انتشار عسكري في المنطقة. وتتابعونا بعد الفاصل.
ترامب يتعهد بمواجهة الإرهاب الإسلامي المتشدد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على العمل مع الدول الإسلامية الحليفة من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. في أول خطاب له أمام الكونغرس حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح سياسته متعهدا بمواجهة ما وصفه بالإرهاب الإسلامي المتشدد وإصلاح قانون الهجرة. ترامب وعد بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها في العالم الإسلامي على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. واجبنا خدمة وحماية والدفاع عن مواطنين الولايات المتحدة، ونحن نتخذ أيضا تدابير قوية لحماية أمتنا من الإرهاب الإسلامي المتطرف. طلبت من وزارة الدفاع تنفيذ خطة لتدمير تنظيم داعش والقضاء عليه، وسنعمل مع حلفائنا خصوصا أصدقائنا وحلفائنا في العالم الإسلامي للقضاء على هذا العدو البغيض. لا يمكن أن نسمح للإرهاب بأن يتشكل داخل أمريكا، ولن نسمح لبلادنا أن تصبح مرتعا للمتطرفين. وفي خطابه الذي استمر ساعة أكد الرئيس الأمريكي تجديد الروح الأمريكية التي لا يمكن فصلها برأيه عن تدابير صارمة بشأن الهجرة، معلنا بدء ما سماه فصلا جديدا من الفخر الأمريكي. Protecting our workers also means reforming our system. من الممكن إعداد خطة إصلاح موسعة بشأن الهجرة إذا رغب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في الوصول إلى حل وسط. إن الهجرة إلى الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم على نظام يستند إلى الجدارة وليس على الاعتماد على المهاجرين الأقل مهارة. هذا وسعى ترامب لإعادة طمأنة الحلفاء الذين ما زالوا قلقين مما قاله أثناء حملته الانتخابية بشأن الالتزام بشؤون الدفاع لديهم ومواصلة الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة. ووعد الرئيس الأمريكي بمحاربة الجرائم وتخفيف الضرائب عن الطبقة الوسطى والشركات. وخلال الخطاب أرسلت مجموعة نساء من الحزب الديمقراطي الأمريكي رسالة قوية لترامب بطريقة مبتكرة بهدف تذكيره بحقوق المرأة، وارتدنا ثيابا بيضاء وجلسنا في مرأة من المنصة. وقبيل خطاب ترامب تظاهر مئات من المحتجين أمام البيت الأبيض تحت الشعار الدفاع عن القيم الأمريكية مرددين هتافات منددة بسياساته. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم إلى إندونيسيا ثاني محطات جولته الآسيوية بعد ماليزيا. وكان في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا الرئيس الإندونيسي، كما حظي بترحيب رسمي وشعبي حاشد قدر بالآلاف. وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها ملك سعودي لإندونيسيا منذ العام 1970. وأعلن السفير السعودي لدى جاكرتا أن الزيارة ستستمر حتى 12 من الشهر الحالي. أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار أن أجهزة الأمن ستواجه ما يحدث في سيناء بإجراءات حاسمة وغير تقليدية، وقال أن مصر تمتلك كافة المقومات والقدرة والإرادة التي تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية. وأكد الوزير المصري على ضرورة مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية في ظل جنوح الكيانات الإرهابية إلى أعمال عنف غير مسبوقة تستهدف المواطنين الأبرياء، مما يستلزم إجراءات حاسمة وعملا غير نمطي لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين منعه من دخول مدينة تعز جنوب اليمن لمعاينة الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة. وأوضح أوبراين أن منعه حصل رغم تطمينات كل الأطراف، مشيرا إلى أن اهتمامه ينصب حاليا على مساعدة الناس للبقاء على قيد الحياة. وأثر ذلك دعا نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية عبد الملاك المخلافي الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف تجاه ما حدث، معتبرا أن منع ميليشيا الحوثي وقوات صالح الوفد الأممي من دخول تعز يوضح حجم الحصار المفروض على المدينة. هاجمت حركة طالبان المتطرفة أهدافا في مناطق مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول. ووفق ما نقلته رويترز عن المتحدث باسم الحركة، فإن الهجوم استهدف منشأة المخابرات ومبنى للشرطة ومركز تجنيد تابع للجيش، مضيفا أن الهجمات تسببت في خسائر فادحة.
وفي وقت سابق هز انفجار مقرا للشرطة في الجزء الغربي من المدينة، كما أفاد مسؤول كبير في الجيش أيضا بوقوع هجوم على مبنى في الضواحي الشرقية. التقطت عدسات الكاميرا ظاهرة تدفق الحمم البركانية من بركان كيلوا الواقع في الجزيرة الكبيرة في هاواي، ويظهر الفيديو الحمم البركانية وهي تتدفق خلال ما يسمى بالساعة الزرقاء، مشكلة أنهارا من الحمم الملتهبة التي تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية. ويعتبر هذا البركان من أكثر البراكين نشاطا في العالم. وبعد الفاصل في الرياضة، بوتين يقول نعمل على وضع نظام جديد لمكافحة المنشطات. وهلا الصفحة الرياضية مع صبح قبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، الأخبار الرياضية لليوم رح نبلشها من الأخبار المحلية وتحديدا من زيارة قام فيها النادي الرياضي بيروت بطل لبنان ووصيف بطل آسيا بتقديم كأس المركز الثاني من بطولة دبي الدولية لكرة السلة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي رئيس النادي الرياضي هشام جارودي وأعضاء اللجنة الإدارية ولاعبي النادي، حيث قدموا له كأس المرتبة الثانية الذي فازوا فيه في دورة دبي الأخيرة لكرة السلة. في البداية تحدث جارودي فقال: إن استضافتك لنا هي فخر وشرف وعز لكل هذا الفريق الذي يعتز بروحك الطيبة ودعمك المستمر له منذ سنوات. نحن لا ننسى حين استقبلتنا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمين من آسيا نحمل كأس التأهل للبنان للمرة الأولى في العام 1998، ونحن اليوم أتينا لكي نقول لك اعذرنا، لم نستطع أن نحضر لك الكأس الكبير. لقد ربحنا على كل الفرق دون أي خسارة، وفريق النادي الرياضي الذي هو فريقك لم يخسر أي مباراة سوى المباراة الأخيرة مع الفريق المغربي الذي كان قد فاز عليه أساسا في المرة الأولى وفي الدورة نفسها بفارق 37 نقطة. وأضاف: مع كل ما حصل تمكننا من الحصول على كأس المرتبة الثانية، وحاز أحمد شاكر على لقب أفضل إداري في الدورة، واللاعب وائل عرقجي حصل على لقب أفضل لاعب ناشئ في مجمل الدورة. إنها مراكز مميزة نعتز بها، ونعتز أن النادي الرياضي له فضل كبير على كرة السلة اللبنانية منذ سنوات. وختم قائلا: نحن جميعنا بتصرفك دائما، والحمد لله أننا نستطيع أن نرفع رأسنا بوجودك معنا، وسنعوض كأس المرتبة الثانية بكأس المرتبة الأولى في أول مناسبة أخرى إن شاء الله. من جهتي رحب الرئيس الحريري بالنادي الرياضي وأثنى على الإنجازات التي حققها في دورة دبي، وقال: أنا فخور أن النادي الرياضي يمثل لبنان لأنه بالفعل قدم مستوى عال للغاية في اللعب، ومع أن الحظ لم يحالفه في النهائي، لكن في الرياضة قد تحصل هذه الأمور وهناك فوز وخسارة، لكن الأهم أن تبقى الروح الرياضية التي تميز أداء النادي والطريقة التي تلعبون فيها. وأضاف: أود أن أشكر الإدارة ومدرب النادي الذي أنجز الكثير، خاصة وأن كثرا لم يتوقعوا في البداية أنه بإمكان الفريق أن يحقق كل هذه الإنجازات، ولكن الحمد لله أنا أعتبر أن النادي الرياضي كان يمثل لبنان بأحسن حالته، وهذا الكأس هو كأس للبنان ككل وليس فقط للنادي الرياضي. ومبروك أيضا للاعبين الذين حازوا على الألقاب، وتابع: أعدكم أنه في عهد هذه الحكومة سيكون هناك دعم أكبر للنوادي الرياضية التي تنجز وترفع رأس لبنان، لذلك آمل منكم أن تستمروا بهذه الروحية التي أظهرتموها وبالزخم الذي تلعبون به، فهذا هو ما يرفع رأس لبنان. وختم قائلا: إن أداءكم الرياضي وروحكم الرياضية تعطي الأمل لشباب لبنان وشاباته وتخرجهم من المشاكل اليومية والضغوطات التي يعيشونها، فشكرا لكم، ونأمل أن تحققوا مزيدا من الربح للنادي الرياضي وللبنان ككل. ونروح لأوروبا وعلى ملعب جوفنتوس أرينا بتورينو. أكد فريق السيدة العجوز جوفنتوس يلي توج بلقب على حساب لاتسيو وميلانو بالموسمين الأخيرين سيطرت على المسابقة بكأس إيطاليا وفاز على طبعا لاتسيو، وهو الفوز العاشر على التوالي بمختلف المسابقات هالموسم والثالث أيضا بمواجهته أمام نابولي، وبيصير جوفنتوس بخطة ثابتة نحو لقبه السادس على التوالي بالدوري، وهو خطوة كبيرة نحو التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على بورتو البرتغالي 2-0.
بذهاب ثمن النهائي ووضع الدوليين الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو إيغواين فريق جوفنتوس حامل اللقب بآخر سنتين على مشارف المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، وقت سجلوا أهداف الفوز على نابولي 3-1، وبيلتقي الفريقين بإياب البطولة بخمس نيسان المقبل على ملعب سان باولو. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تمتلك يوما برنامجا للمنشطات وهي لا ترعى هالبرامج، وقال الرئيس بوتين أن روسيا ما عندها إطلاقا أي برنامج للمنشطات ترعاها الدولة الروسية، بل على العكس لم يكن هناك سوى قتال ضد المنشطات، وتابع قائلا أن هناك وقائع فردية لاستخدام المواد المحظورة رياضيا بروسيا بالماضي، وأظهرت أنه هالنظام الحالي لا يعمل، وأكد بوتين أنه عم بيعمل على وضع نظام جديد لمكافحة المنشطات. بالان بي اي سجل راسل واستبروك تريبل دبل للمرة ال 30 هالموسم ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز الصعب على يوتا جاز 109-106 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأصبح واستبروك بالمركز الثالث بترتيب العام لأكثر اللاعبين تحقيقا لتريبل دبل بموسم واحد، بفادر مرة واحدة عن الأسطورة ويلت تشامبرلين يلي حقق تريبل دبل 31 مرة بموسم 1973-1974. أما الرقم القياسي فهو بحوزة أوسكار روبرتسون يلي حقق هالإنجاز 41 مرة بموسم 1961-1962، وبتتبقى أمام واستبروك 22 مباراة بالريجولر سيزن للاقتراب من هالرقم أو كسره، وسجل واستبروك 43 نقطة ونجح ب 11 ريباوند و10 أسيست خلال فوز فريقه على يوتا جاز على ملعبه، وأكيد هيدي المرة الثانية اللي بتخطى فيها واستبروك حاجز ال 40 نقطة ضمن التريبل دبل. كل شيء بالرياضة لهلا، شكرا لكل اللي تابعونا والى اللقاء. في الختام يبقى تذكير بالعناوين. جهود لتثبيت وقف النار في عين الحلوة وأضراب عام شل الحركة في صيدا والجوار. رئيس الحريري برئاسة الحكومة، هذا حق بسبب وجوده وبسبب كتلته وبسبب حجم تمثيله. المشنوق يؤكد أن الحريري في رئاسة الحكومة نتيجة حجمه التمثيلي ولا أحد يستطيع تجاوزه. القوات العراقية تقطع آخر خطوط إمداد داعش، ورسالة من البغداد تتضمن الإقرار بهزيمة تنظيمه في الموصل. وفي الرياضة، الرياضي بيروت يقدم كأس المرتبة الثانية من دورة دبي للرئيس الحريري. نهاية النشرة، إلى اللقاء.